بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. تعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام من خلال هذه الدروس المستفادة من آيات سورة القصص. وتكلمنا في المرة السابقة عن جانب من هذه الدروس التي تستفاد من خلال استعراض آيات هذه الصورة من صور القرآن المكي، وكان آخر هذه الدروس التي ذكرناها الحياء خير كله، والحياء شعبة من الإيمان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وأن الحياء كخلق لا بد أن يظهر من خلال سلوكيات وتصرفات الإنسان كغيره من الخلق. فذكرنا أن الخلق عبارة عن هيئة راسخة داخل النفس، يبقى ده هيئة بتكون داخل النفس ويصدر من خلالها الأفعال، يبقى هذا إنسان ربي على الصدق، حنرى أنه يصدق في كلامه وفي أفعاله. إنسان ربي على الأمانة، يبقى إحنا لا نرى هذا الخلق ولكن حنراه من خلال التصرفات والسلوكيات. ولذلك بنؤكد أيضا على ما ذكرناه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال آية المنافق ثلاث، يبقى آية المنافق ثلاث، يبقى هذا الإنسان عرفناه أنه منافق، عرفناه من سلوكياته، يبقى دي علامة على نفاقه، يبقى نحن لم نرى ما بداخله، ولكن ما كان بداخله رأيناه من خلال التصرفات ومن خلال السلوكيات، وكذلك الحياة. لذلك كما ذكر لنا ربنا سبحانه وتعالى فجاءته إحداهما تمشي على استحياء، يبقى تمشي لم تقل هي عندها حياء أو غير ذلك، لا، ولكنها تمشي على استحياء، من مشيتها يبقى استبان أنها ربيت على ذلك الخلق. يبقى هذا إنسان متواضع نراه عن طريق السلوكيات، يبقى عباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا إذا خاطبوا الجاهلون قالوا سلاما، يبقى إن الله أوحى إلي أن تواضعوا، فلا يبغي أحد على أحد ولا يفخر أحد على أحد كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى دي صورة التواضع نراها من خلال السلوكيات والتصرفات، وكذلك كل خلق من هذه الأخلاقيات. فهذا المنافق ما عرفناه أنه منافق إلا من خلال السلوكيات، إذا حدث كذب فعلمنا أنه منافق، إذا وعد أخلف فعلمنا أنه منافق، إذا اؤتمن خان فعلمنا أنه منافق، إذا خاصم فجر علمنا أنه منافق، وإذا عاهد غدر. يبقى دي كلها علامة سلوكيات من خلالها نشهد على فلان أنه منافق، وده اللي كان أيضا بيفعله الصحابة رضي الله عنهم. يبقى عمر رضي الله عنه يقول دعني يا رسول الله أضرب عنق هذا المنافق، أضرب عنق هذا المنافق، لأنه أتى بفعلة يستدل بها على ذلك، يبقى لا يأتي بها إلا منافق. فلما قال ذلك لم ينكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى الحياء خير كله، الحياء خير كله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وكما قال والحياء شعبة من الإيمان. يبقى الخلق والسلوكيات يقتضيه دائما الإيمان، وبالتالي تصرفات الإنسان محكومة بإيمان، مظهرة لما عند هذا الإنسان من إيمان. أيضا من هذه الدروس المستفادة من تختار زوجا لابنتك، من جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. قالت إحداهما يا أبت استأجر، إن خير من استأجرت القوي الأمين. قال إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني ثمانية حجج. قال إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين. قال إحداهما يا أبت استأجر، إن خير من استأجرت
استأجرت القوي الأمين. وصفته بهذه الأوصاف من خلال ما شاهدت من تصرفات موسى عليه السلام. يبقى وصفت موسى عليه السلام أنه قوي أمين بما رأت أساسا من تصرفاته، فلذلك قال إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني ثمانية حجج. يبقى اختاره زوجا لابنتك، وبالتالي كيف تختار زوجا لابنتك؟ يبقى كما حدد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم: من جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه. يبقى على ذلك يبقى السلوكيات، يعني السلوكيات. يبقى ممكن إنسان هو يعني في العبادات يقوم بالعبادة على خير وجه، لا يتأخر عن صلاة الجماعة، نراه دوما صائما قارئا لكتاب الله تبارك وتعالى، ده جانب العبادات. لكن الجانب الأهم أيضا الذي لابد أن نتأكد منه هو السلوكيات وتصرفات هذا الإنسان، تصرفات هذا الإنسان. يبقى لابد من الوقوف على مدى التزامه بشرع ربي سبحانه وتعالى. يبقى لما التزم بالصلاة، التزم بالصيام، التزم بقراءة القرآن، يبقى التزم بجانب من هذه الشعائر. لكن لابد أن أيضا أن ننظر إلى سلوكياته وإلى التزامه بشرع ربي سبحانه وتعالى، خاصة في المعاملات والاحتكاكات. يبقى من جاءكم من ترضون دينه فزوجوه، من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، تصرفاته سلوكياته. لذلك احنا ما بنقرأ في عن حذيفة رضي الله عنه لما بيصف ابن مسعود رضي الله عنه يقول: ما رأيت أشبه بالنبي صلى الله عليه وسلم هديا ودلا وسمدا من ابن عبد، من ابن مسعود، غير أني لا أعلم كيف هو في بيته، غير أني لا أعلم. يبقى في جزء كده، يبقى دي الأمانة تقتضي ذلك الأمر، الأمانة تقتضي ذلك الأمر. إحنا في غالب الأحوال دائما لما بنرى هذا الإنسان حريص على حضور مجالس العلم، حريص أيضا على صلاة الجماعة، حريص على الصف الأول، حريص على أن يدرك تكبيرة الإحرام مع الإمام، حريص أيضا نراه حريص على صوم الاثنين والخميس، يبقى على ذلك إحنا بنعدي ذلك إلى باقي حياته، مع ان في جزء كبير من حياتي لم نراها. احنا بنتكلم عن حياتي التي رايناها في المسجد، يعني في المسجد، لكن في جزء كبير جدا من حياتي احنا لم نراها. فان تكلمنا نشهد لفلان انه محافظ على صلاه الجماعه، انه محافظ على الصف الاول، انه محافظ على تكبيره الاحرام، محافظ على دروس العلم، نراه دائما صائما، نراه قارئا في كتاب الله سبحانه وتعالى، هذا ما رايناه. لكن تصرفات سلوكياته من الممكن يكون هو حامل هذه الصفات لكنه بخيل، فده محتاجة إلى معاملات مالية. ومن الممكن حامل هذه الصفات لكن أيضا هناك خلل في سلوكيات إحنا لم نراها، فلا نعد الجزء الذي نراه على الجزء الذي لا نراه. فلذلك انظر إلى أمانة الصحابة رضي الله عنهم وفقه الصحابة رضي الله عنه. هذا ليس بقدح في ابن مسعود رضي الله عنه، ولكن الأمانة تقتضي ما قال حذيفة رضي الله عنه، قال: ما رأيت أشبه بالنبي صلى الله عليه وسلم هديا ولا دلا ولا سمدا من ابن مسعود، غير أني لا أعلم كيف هو في بيته. يبقى إحنا ننتبه لهذا الأمر. فلما وصفت موسى عليه السلام إن خير من استأجرت القوي الأمين، قال: إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني ثماني حجج. كذلك أيضا: وأما بنعمة ربك فحدث، قال: فإن أتممت عشرا فمن عندك، وما أريد أن أشق عليك، ستجدني إن شاء الله من الصالحين. يبقى من اللي حيلتزموا بالعهود والمواثيق. يبقى دي ليست من باب تزكية الإنسان لنفسه، ولكن من باب: وأما بنعمة ربك فحدث، لن تراني خائنا بإذن الله سبحانه وتعالى.
يبقى هذا مما أنعم علي به ربي سبحانه وتعالى. احنا رأينا طبعا يعني في قصة سليمان عليه السلام لما عرض المسألة على قوم من يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين، قال عفريت من الجن أنا أتيك به قبل أن تقوم من مقامه، إن علي لقوي أمين. هو بيذكر المقومات اللي عنده، يعني بيذكر المقومات التي عنده، ليس من باب الفخر ولا الاستطالة على خلق الله سبحانه وتعالى، ولكن هذا من باب التحدث بنعمة الله سبحانه وتعالى. لذلك قال ستجدني إن شاء الله من الصالحين، يبقى من الملتزمين بالعهود والمواثيق، يبقى ده عقد حيؤدي طبعا ما يفترض عليه ذلك العقد لما كان صحيحا. لذلك قال فإن أتممت عشرة فمن عندك، وما أريد أن أشق عليك، يعني أيضا فيها الرفق في المعاملة. يبقى رحم الله رجلا سمحا إذا باع سمحا إذا اشترى، يبقى سمحا إذا باع سمحا إذا اشترى، وما أريد أن أشق عليك، يبقى دايما كده المعاملة بالإحسان مع الخلق، حتى في استيفاء الحقوق، حتى عند استيفاء الحقوق. وكذلك أيضا قال ستجدني إن شاء الله من الصالحين. وأما بنعمة ربك فحدث، يبقى أما بنعمة ربك فحدث، يبقى ده من باب التحدث بنعم الله سبحانه وتعالى. الله عز وجل لما يوفق الإنسان إلى خلق أو إلى سلوك منضبط أو إلى طاعة من الطاعات، فهذا من إنعام الرب سبحانه وتعالى على عبده. يبقى نعرف هذه النعمة وأيضا نستعين بهذه النعمة فيما يقربنا إلى الله تبارك وتعالى. أيضا الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، فلما أتاها نودي من شاطئ الوادي الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة، أي يا موسى إني أنا الله رب العالمين وأن ألقى عصاك، فلما رآها تهتز كأنها جان ولا مدبرا ولم يعقب، يا موسى أقبل ولا تخف إنك من الآمنين، أسلك يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء واضمم إليك جناحك من الرهب، فذلك برهانان من ربك إلى فرعون وملئه إنهم كانوا قوما فاسقين. الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، طبعا النبوة والرسالة من الاصطفاء، ولا يستطيع الإنسان أن يصل إليها بكسبه. يبقى الإنسان بيرقى في سلم العبودية والإيمان عن طريق الطاعات، فبمزيد من الطاعات مع تصحيح الإيمان يرقى الإنسان في سلم العبودية والإيمان. أما بالنسبة للنبوة فإنها اصطفاء، الله عز وجل اصطفى هؤلاء، اكتبى هؤلاء، اصطفاه واكتباه، يبقى بفضله ورحمته، وهؤلاء هم الصفوة المختارة. يبقى الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، فلما أتاها نودي من شاطئ الوادي الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة، أي يا موسى إني أنا الله رب العالمين وأن ألقي عصاك، فلما رأى تهتز كأنها جان ولا مدبرا ولم يعقب، يا موسى أقبل ولا تخف إنك من الآمن، وأسلك يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء واضمم إليك جناحك من الرهب، فذلك برهانان من ربك إلى فرعون وملئه إنهم كانوا قوما فاسقين. أرسل ربنا سبحانه وتعالى إلى فرعون يدعوه إلى توحيد الله سبحانه وتعالى، مع طبعا ما كان مع معلوما من فرعون أنه قال أنا ربكم الأعلى، يعني من طغيانه لم يطغوا على الناس ولم يبغي على الناس فحسب، ولكن تطاول حتى قال أنا ربكم الأعلى، ما علمت لكم من إله غيري كما بينت الآيات. فربنا سبحانه وتعالى اصطفى موسى نبيا ورسولا، وأيضا كلمه ربنا سبحانه وتعالى كما هو معلوم. أيضا لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى، قال رب إني قتلت منهم نفسا فأخاف أن يقتلون، وأخي هارون هو أفصح مني لسانا فأرسله معي ردا يصدقني، إني أخاف أن يكذبون، قال سنشد عضدك بأخيك ونجعل لكما سلطانا فلا يصلون إليكما، بآياتنا أنتما ومن اتبعكما الغالبون. إبا لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى، إبا الإنسان يستحضر دائما هذه المشاهد أنه في معية الرب سبحانه وتعالى، وأن ربه سبحانه وتعالى يسمع ويرى، فلا يغيب عنك ذلك المشهد، خاصة عند اللقاء مع الطغاة
أو مع الظالمين، يبقى لا يرتجف قلب المؤمن، ولكن قلب المؤمن ثابت بإيمانه برب سبحانه وتعالى، يعلم أن ربه سبحانه وتعالى لا تخفى عليه خافية، وأن ربه سبحانه وتعالى سميع بصير. يبقى إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى، قال لا تخاف أنني معكما أسمع وأرى، فذهب عند ذلك الخوف. يبقى لما يستحضر الإنسان المشاهد دهيت، يبقى على ذلك لها أثر. يبقى ليس، يبقى في فرق ما بين، كلنا يعلم أن الله عز وجل يسمع ويرى، لكن أثر هذه المعرفة في سلوكيات الإنسان أثر. يبقى أي معرفة لابد أن يكون لها الأثر البالغ على سلوكيات الإنسان، أي معرفة بالرب سبحانه وتعالى، أن أي مسألة من مسائل الإيمان لابد أن يكون لها الأثر على سلوكيات الإنسان، لكن مسألة بلا أثر يبقى كأنها مسألة عقيمة، كأنها مسألة عقيمة. أي مسألة، مسألة الإيمان لم يكن لها أثر على حياة الإنسان فهي مسألة عقيمة، هذا لا يصلح. دائما إحنا بنؤكد أن العقيدة منتجة لسلوك منضبط. يبقى سلوكيات الإنسان لكي تنضبط لابد أولا من ضبط وتمتين وتقوية الجوانب العقدية، جوانب الإيمان، ولابد من ترسيخ وغرس معاني الإيمان في القلب بصورة صحيحة حتى يكون لها ذلك النتاج وذلك الأثر. إنني معكما أسمع وأرى. يبقى ربنا سبحانه وتعالى لما استحضر العبد هذا المشهد أن ربي الذي أعبده يسمع ويرى، فأنا لا أغب عن ربي سبحانه وتعالى، وكذلك ذلك الكون بذراته لا تغب عن ربي سبحانه وتعالى. فعلى ذلك إن هددت عن طريق طاغي أو باغي أو ظالم فربك سبحانه وتعالى يسمع ويرى، يسمع ويرى. يبقى قلب المؤمن يرتجف من رب سبحانه وتعالى، يخاف من رب سبحانه وتعالى ولا يخاف من غيره. إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافون وخافون إن كنتم مؤمنين. ده مقتضى وموجب الإيمان أن يكون ذلك الخوف من الله تبارك وتعالى. فإن عقد ذلك الخوف من الله سبحانه وتعالى في قلب المؤمن فلا مجال أبدا أن يخاف من غير الله سبحانه وتعالى. يبقى فلا مجال أن يخاف من غير الله سبحانه وتعالى، أن الجميع في قبضته، جميع في قبضة الله سبحانه وتعالى، ويقين أيضا أنه لا يكون في ملك الله إلا ما شاء وقدر، إلا ما شاء وقدر. ويبقى الإنسان بينظر إلى الناس وكأنهم آلات، يعني ينفذ بها ذلك القدر، ينفذ بها ذلك القدر. يبقى ما شاء الله عز وجل كان، وأما لم يشاء لم يكن، وقدر الله عز وجل نافذ، مشيئة الله عز وجل نافذة. فإن وصل لك ذلك التهديد أو الباغي أو الطغيان من ظالم أو جبار من الجبابرة، فعلى ذلك يبقى قلب المؤمن لا يرتجف، يعني لا يرتجف من ذلك الموقف، لا خوف، لأنه بلا خوفا من رب سبحانه وتعالى ومحبة لله سبحانه وتعالى. ولذلك لا تخاف أنني معكما أسمع وأرى. وإذ لم يهتدوا به فسيقولون هذا إفك قديم. فلما جاءهم موسى بآياتنا بينات قالوا ما هذا إلا سحر مفترى وما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين. يعني حيصف الرسالة وهذا الرسول يبقى بين استجابة وبين طاعة. ولذلك فلما جاءهم موسى بآياتنا بينات، يعني ما فيهاش إبهام، الآيات واضحة جدا، وكما بيّن لنا ربنا سبحانه وتعالى أنهم أنكروا ذلك بألسنتهم، لكن يا ترى ما بداخل هؤلاء، وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. يبقى على يقين من صدق موسى عليه السلام، والآيات واضحة، دلائل كده قاطعة، براهين ساطعة، يبقى بينة واضحة. ولكن طبعا العناد، دائما التعنت هو ده الحال، حال المستكبر دوما، يعني حال المستكبر دوما ان هو دائما بيرد ذلك الحق مع سطوعي ومع بياني. فلما جاءهم موسى بآياتنا بينات قالوا ما هذا الا سحر مفترى وما سمعنا بهذا في آبائنا الاولين. هم يكذبون، يعني ليس بعد الكفر ذنب، يعني ازاي يكذب؟ هو كافر برب سبحانه وتعالى، اذ كان بيفتري الكذب على رب سبحانه وتعالى، الا يكذب عليك؟ يعني هو بيفتري الكذب على رب سبحانه وتعالى، الا يكذب عليك؟ فالكافر ده بربي هو بيكذب على رب سبحانه وتعالى، وبالتالي يفتري الكذب على رب سبحانه وتعالى. فلما يكذب على انسان يبقى ده يعني امر اهون من الاولى.
فلذلك كما قال ربنا سبحانه: وإذ لم يهتدوا به فسيقولون هذا إفك قديم. إن لم يؤمنوا فعلى ذلك هيطعنوا، لا يطعنون في أنفسهم ولكن هيطعنوا في هذا الرسول أو تلك الرسالة. كما ضربنا لذلك المثل، وأن الإنسان لما يكون مريض ويقدم له العسل فعند ذلك يقول العسل مر، لا يقول أنه معلول، لا ده هيقول أن العسل مر، يبقى بيتهم، لا يتهم نفسه ولكن يتهم العسل. ما نقول مع انه هو هو عم قريب كان يقول انه حلو، ولكن الان قال العسل مر وصفه بانه مر مع انه هو المعلول، هو المعلول. فده الحال دائما هتجده بيطعم في الرسل او يطعم في الرساله طالما ان هذا الايمان لم يدخل الى قلبه، يعني طالما الايمان واذ لم يهتدوا به فسيقولون هذا افك قديم على طول كده، يبقى مسألة الطعن. وده احنا لابد ان احنا نتعرف على هذه السنن الكونية. لما احنا بندرس وبنقرأ عن قصص الانبياء واحوال الانبياء مع اممهم وكيف وقفوا ايضا يواجهون هذه الدعوة لدين الله سبحانه وتعالى بالطعن، يعني في الاله، بالطعن في هذا الرسول، بالطعن في الرسالات، دي سنن كونية ودي طبيعة الدعوة لدين الله سبحانه وتعالى. اي هذه هي طبيعة الدعوة لدين الله تبارك وتعالى، انت تدعو الناس وترشد الناس الى الخير، هم يقابلون ذلك بالجحود والنكران، بالاستهزاء، بالانتقاء، إلى غير ذلك من السلوكيات الباطلة. فلا تعجب من ذلك، يعني احنا بنقرأ ولنا إيه عندنا كده معرفة وثيقة بطبيعة الدعوة لدين سبحانه وتعالى، وكذلك طبيعة أيضا هذا المدعو في غالب الأحوال أنه لا يقبل هذا الأمر، يقوم برد، إلا من شرح الله عز وجل صدره لذلك الدين. وإذ لم يهتدوا به فسيقولون هذا إفك قديم. أيضا من هذه الدروس: والعاقبة للمتقين. وقال موسى: ربي أعلم من جاء بالهدى من عنده ومن تكون له عاقبة الدار إنه لا يفلح الظالمون. وقال موسى: ربي، وقال موسى: ربي أعلم من جاء بالهدى من عندي ومن تكون له عاقبة الدار إنه لا يفلح الظالمون. العاقبة للمتقين، يبقى مهما يواجه الإنسان بالتكذيب وغير ذلك أنت لابد أن تكون على يقين من هذا الحق الذي اصطفاك الله عز وجل عليه، لابد أن تكون على يقين من هذا الحق الذي اصطفاك عليه ربنا سبحانه وتعالى، ولابد أيضا أن يكون على يقين أن المستقبل للدين، أن المستقبل، نقول كده كأن الصورة كده قاتمة، يعني الصورة قاتمة، يعني متى يكون هذا المستقبل لدين الله سبحانه وتعالى؟ لابد أن نكون على يقين أن المستقبل لدين الله، حتى لو كنا في مرحلة زمنية كان الظهور لأهل الباطل، وعلى ذلك ومع قلة وجود أهل الحق، لكن أقول لك أن المستقبل لدين الله، يعني ده كلام مقطوع به. فالعاقبة للمتقين، احنا كما ذكرنا وكما نؤكد أن موسى عليه السلام كيف قابل هذا التهديد من فرعون وقال: سنقتل أبناءه ونستحيي نساءه وإن فوقهم قاهرون. يبقى كان بيتكلم بالقوة المادية بسلطانه، فإن دول شرذمة قليلون كما قال فرعون، فدول ناس مستضعفة تماما أن يكون لهم قائمة. فلذلك وقال: وإن فوقهم قاهرون. ماذا قال موسى؟ يبقى ده تهديد، وفرعون مع القوة ودول قلة قليلة معهمش حتى السلاح يواجهوا هذه الطائفة، حتى لو كانوا معهم سلاح هم يعني قلة قليلة كيف يواجهون يعني هذه الجيوش الجرارة لفرعون. فعلى ذلك يعني اهتز، لا لم يهتز موسى عليه السلام، وكذلك لا يهتز الداعية أمام هذه التهديدات لعلمي ويقيني أن العاقبة المتقين وأن المستقبل لذلك الدين. فعند ذلك قال موسى عليه السلام لقومه: استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. وقال موسى: ربي أعلم من جاء بالهدى من عندي ومن تكون له عاقبة الدار إنه لا يفلح الظالمون. يبقى ده كلام مقطوع به، قضى ربنا سبحانه وتعالى بذلك، يبقى قضى ربنا سبحانه أن العاقبة للمتقين في الدنيا والآخرة، في الدنيا والآخرة، إنه لا يفلح الظالمون لا في الدنيا ولا في الآخرة. إنها مرت على الآيات: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. كيف فعل الله عز وجل بالأمم السابقة؟
لما طغت وتعدت حدود ما أنزل الله عز وجل ورد ذلك الحق وكفرت بالله وكذبت الرسل، أخذهم ربنا سبحانه وتعالى أخذ عزيز مقتدر. والعقبة كيف مكن الله تبارك وتعالى، احنا بداية السورة يعني أن الله عز وجل أراد أن يمن على هذه الطائفة المستضعفة وأن يمكن لها، فقد كان كما قال ربنا سبحانه وتعالى كيف مكن الله عز وجل لهم. يعني معيني طبعا نقول يعني لو احنا فكرنا كده في خطط يعني مهما نفكر كده فلن نصل أبدا كيف يمكن لهؤلاء، يعني ده أمر مستمع تماما وكأنه محال عندنا، ده محال عندنا لكن ليس بمحال عند الرب سبحانه وتعالى، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون، يبقى هو مدبر الأمر سبحانه وتعالى. ولذلك الله عز وجل أراد أن يمن على هذه الطائفة المستضعفة وأن يمكن لها، ففعل ربك فعال لما يريد، ربك فعال لما يريد. لذلك موسى عليه السلام وقال موسى ربي أعلم من جاء بالهدى من عنده ومن تكون له عقبة الدار إنه لا يفلح الظالمون. يبقى الداعي لدين الله يعني رابط كده الجأش القلب أساسا، لا يهتز مع هذه التهديدات لعلمه يعني بطبيعة هذه الدعوة ولعلمه أيضا بما قضى به ربنا سبحانه وتعالى أن يكون ذلك المستقبل لدين الله سبحانه وتعالى. نقف بإذن الله سبحانه وتعالى عند هذا الجانب من تلك الدروس، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام عن هذه الدروس المستفادة من سورة القصص في المرة القادمة بإذن الله سبحانه وتعالى. نكتفي بذلك القدر، أقول قبل هذا وأستغفر الله لي ولكم.